مع مصرف الزيتونة لكوارة الكل مضمونة. لسفر عنا كارت سفر في راس الشهر تسلك هيلك كارت اليسر. على الانترنت تقضي بالكارت كلاسيك ولا سيدتي وتعيش عز الدليل، وتنجم حتى تخلص بالدوفيز بالكارت تكنولوجيك. من توا اختار الكارت اللي تناسبك وعيش العز مع كوارة العز. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. العائلة واحد من غير عائلة ما نجمش يعيش، ما غير اخواته، ما غير امه وابوه، ربي يفضلهم. اللي ما عندوش عائلة ما عندوش حد شيء، ما عندوش سند. وكل عائلة كلهم ما صار شيء، لأن الحياة هذه ماهيش دايمة. الأخوة كانوا تربيوا على المحبة، وتربيوا على الثقة، وتربيوا على تربة تقبل. استحفظوا على عائلتكم خاطر بهم هما نكونوا أقوى. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مازال الخير. قبل ما نسأل الناس اليوم، الحقيقة سألنا رواحنا شنو هو العيد؟ وأول كلمة جات لبالنا العيد هو لمة العائلة، وتفكرنا قديش العيلة هي مركز مهم في حياة كل واحد فينا. في وقت الفرح نحب نزهاو معللينا، وفي وقت الشدة نتحماو في مالينا، وكي نستحقوا الدعم نلقاوهم أكبر سند لينا. عاد سألنا الناس على المواقف اللي زادت أكدت لهم قيمة عائلاتهم، وجودهم، ووقفتهم، وهكا جاوبونا. بالنسبة للعائلة متاعي وعلى فاميلتي، يعني نحن ديما نعاون بعضنا ديما، وخاصة في الأفراح وفي الأموات، في الأفراح وخاصة في المناسبات ديما مع بعضنا ديما لحمة واحدة. أكثر موقف عندي بنتي، عندي بنتي صغيرة وقفة معايا، وقفة هي بيدها، يعني عطتني دار، عطتني لاباس، الحمد لله الحمد لله، نشكرهم برشا، وخاصة بنتي الصغيرة، وربي يخليهم لي، وربي يسرنا ويسر أم محمد. العائلة واحد من غير عائلة ما نجمش يعيش، ما غير أخواته، ما غير أم وبوه، ربي يفضلهم، ما غير خاطرك تعرف الدنيا صعبة، كان في الفرحة، كان في المرض، كان في كل خير، كل شيء لازمنا معنا مع بعضنا. إن شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها، وإن شاء الله الناس كل تحب بعضها، ونرحموا بعضنا ونحبوا بعضنا. الحمد لله، وإن أي حاجة نستحق نلقى أخواتي، نلقى دارنا، الحمد لله ما يخليونيش، فهمت؟ ما نحسش روحي وحدي، ديما كتافي كما يقولوا فيها كتافي سخونة. والحمد لله إحنا تربينا على الحن، وكل إن شاء الله ديما الناس كل حنين على بعضها يا رب. كل الناس كل إن شاء الله عيدكم مبروك، ورب بابا وامي ربي يفضلهم لي. نحبكم برشا، ونريكم انتم ما نسوى حد شيء. العائلة أحسن حاجة، العائلة من حاجة اللي عندها قيمة في الحياة. اللي ما عندوش عائلة ما عندوش حد شيء، ما عندوش سند. الحمد لله عندي مرأة زوجة طيبة، زوجة بنت حلال، اللي ملت الفراغ على كل حال، الحمد لله. وأخوتي زادة ربي يفضلهم زادة ما شاء الله، صلي على النبي، عادتك اللحمة بين الأخوة، والحمد لله. والله كل عائلة يصير فيها المواقف هذه، مواقف اختلاف في ال تعرف الاختلاف يصير على برشا حاجات، وانا ماذا بيا انا هذا سر من اسرار ما نجمش نحب نحكمو، والحمد لله ما خيرش من الانسان يصفي قلبه. هذيك الدنيا خد الدنيا فيها موت. انا نتوجه لعائلتي، لاختي الصغيره ريم، ولاختي بيا، ولاختي نرجس، وكل عائله نقول لهم ما صار شيء، ان الحياه هذه ماهيش دايمه، ما صار شيء، سخ الدنيا، فهمتني؟ اخوتي راني نحبهم ويحبوني، وماذا بيا اللحمة أكثر من اللازم. أنا تزيرية نحس بقيمة العائلة، خاطر غاديك احنا نتلموا في المناسبات. عندي أحبابي صح عشرة قديمة، كنت كارية عندهم، قعدنا اللحمة هي بيدهم، حتى ونقلت من عندهم قعدنا خوات لتوا، هيك لمرة واحدة فيه أختي. أي من اللي جيت متزاير 30 سنة ساكنة عندها، تسلم على عائلتي في الجزائر الكل، صغير وكبير كلهم.
كاهو، نتمنى لهم عيد مبروك. Bon, grâce à la famille, elle est née. Elle habite à l'étranger, à Ishaf Barra. عندي ولادي فاميلتي وكل مي جيت على خاطر عائلتي انا الكبيره في العائله تذكرتهم في رمضان قلت بوكو با نروح ونعدي رمضان كوم انا الكبيره لازم انا ننوب العائله فوالا و بور موا لا فامي سي لو تريزور فوالا لازمني نحافظ عليها لازمني اللي عملوا الوالدين يلزم انا نوريه لاخوتي ونوريه خاطر كمان ناخذ لا بلاس ناخذ لا جو رون بلاس ما ميغ فوالا اي فوالا شوي لا شوي كونتونت ك شوي parmi mes frères et sœurs on est unis فاهمين بعضنا فوالا ومازال نهار العيد اون باس ريوني دو نوفو اون با فيتي بور العيد ان شاء الله مبروك على التوانسه الكل وان شاء الله تونس ربي كيفاش يقولوها ربي يستر تونس وان شاء الله ديما في الخير. تلموا في دار الشايب والعزوزه. سيرتو سيدي رمضان يلم العباد الكل. يلم الصغار ويلم الكبير ويلم كاو. ربي يهداهم عيدهم مبروك الناس الكل. الاخوه كانوا تربيوا على المحبه وتربيوا على الثقه. وتربيوا على تربة تقبل ونقول ربي يهدي كل مؤمن وإن شاء الله القلوب تكون صافية وإن شاء الله ربي يصفي القلوب على بعضها وتتلم الناس الكل مع بعضها كل أخوة كل والدين كل أقارب بالمسافة العيد نقول إن شاء الله كل عام وإحنا الكلنا حيين بخير والكلكم حيين بخير وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير من الأخير منت الحب في دنيا مليانة ديها أحلى حاجة في كل دقيقة والثانية معاكي بتسوى الحمد لله ديجا معناها جيت من ألمانيا باش نعدي شهر رمضان مع العائلة بالنسبة لي العائلة معناها رمضان سير عائلة ومعناها صلة الرحم في رمضان تزيد ومعناها تبدأ كي تبدأ الأم والبو والخويت مع المؤمنين على الطاولة هذيك أهم الميكلة وأهم من كل شيء معناها في رمضان الحقيقة بلاصة العائلة تزيد معناها في الـ في الـ في القوة متاع العبد معناها وحده يبدأ ديما ضعيف في الأفراح معناها كي العائلة تتلم وتلقى الناس الكل يد واحدة يحب يعاونه معناها معاش تستحق باش تجيب شكون معناها يعاونك هكا هكا معناها الناس الكل يد بيد يعملوا العشاء يعملوا التنظيم كل شيء موجود معناها بالعائلة تحافظوا على عائلتكم خاطر بيهم هما نكونوا اقوى والدنيا بالعائله ديما خير و معناها تحافظوا على عائلتكم وديما راهي العائله بالعكس معناها تقوينا سورتو معناها هاو في العيد اللي متغشش معناها مش يكون في معناها من عائلته يحاول يصل الرحم خاطر ديجا ربي وصانا على صلة الرحم معناها الحاجه الخايبه نحاولوا نحيوها ونحاولوا نشوفوا الحاجه الباهيه في العبد هذاك وان شاء الله عيدكم مبروك العائلة الأهل والمالي القراب والبعاد يشدوا عضدك يفرحولك ويقفولك البنات منهم والأولاد والعائلات المتحابين بمحبتهم ديما يعيشوا قويين ولبعضهم مساندين دامت معزتكم ودمتوا لبعضكم محبين وتصبحوا على خير يا أهل الخير مصرف الزيتونة قيم تجمعنا